مسألة البطولات الشبابية، الحقيقة إنه ده بقينا بنشوفه في أعمال كبيرة كبيرة بطاقم، يعني بنتكلم على تلاتينات وعشرينات وبطولات ما كناش بنشوفها الحقيقة. لكن الشركة المتحدة يعني بقت بتسعى كل فترة إنها تقدم لنا مواهب شابة الجميع يقف احتراما ليها. ويمكن من الاعمال اللي جايه في رمضان اللي جاي واللي ابتدينا نشوف ونسمع عنه هو مسلسل مسار اجباري، ابطاله شباب، الفنان احمد داش داخل السباق الرمضاني 2024 بمسار اجباري، وكمان عمر عصام. عمر عصام طبعا احنا نرجع عصام عمر نرجع لمسلسل بالطو اللي كان قالب الدنيا، والناس يعني فضلت تتكلم عن المسلسل بشكل كبير جدا. فزي ما كنت بقول لحضراتكم احنا هنا عند بطولة شبابية، عدد كبير من الفنانين، احمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، ياسمين العبد، مي الغيطي، رشدي الشامي، يعني مش عايزة انسى حد، واخراج نادين خان وتأليف المؤلف باهر دويدار. خلينا نتكلم أكتر عن البطولات الشبابية وإزاي ده بقى بيتحقق، ونشوف المسلسلات دي كمان بتحقق نجاح كبير جدا، وده إثبات لنجومية الشباب دي. معانا دلوقتي على التليفون المؤلف باهر دويدار. مساء الخير عليك ومبروك وكل التوفيق في المسلسل، ويعني عايز أعرف منك التعامل مع الشباب الصغيرين ومسلسلات ال 15 حلقه اللي الناس خلاص اعتدت انها تبقى موجوده على المنصات، ودي يعني المسلسلات اللي بقت بتلاقي نجاح كبير جدا وسط الناس. اهلا بيكي. يعني تجربه جديده طبعا، انا متحمس لها جدا بحكم انها خارجه عن المألوف شويه. انا بدايتي خالص سنه 2012 كانت بمسلسل حكايات بنات، كانت تجربه مشابهه لكده، انما ساعتها ما كنتش لسه احترفت الكتابه وكان اول اعمالي. كان برضو مشروع مختلف عن المعتاد وعن اللي موجود، اربع بنات لسه في اول حياتهم، محدش فيهم خد بطوله مطلقه قبل كده، نوع الدراما مختلف شويه. فتجربه مسار اجباري بالنسبه لي شبه كده بعض الشيء، منطقي وطبيعي ان احنا نحتاج نضخ في مجموعه النجوم اللي موجوده طول الوقت اجيال جديده، لابد انك تقفي مع الاجيال الصاعده من النجوم علشان يتصدروا المشهد، لانه دي سنه ربنا في الكون، يعني انه اجيال بتسلم بعض، مش هينفع انه الابطال الموجودين يفضلوا هم الابطال الموجودين طول الوقت، فبيحتاجوا دعم الشباب. التجربه يعني الفكره لما ناقشوني فيها في المتحده تحمست منذ البدايه، قدمت لهم فكره انهم يعملوا مشروع باثنين شباب يعني معاهم بوكيه من النجوم الكبار. قدمنا الفكره ولاقت استحسان، والحقيقه الاثنين الابطال سواء عصام او داش، الاثنين محققين نجاحات من قبل كده، عندهم قبول عالي جدا عند الجمهور، عندهم قبول عالي عند جيلهم والجيل الصغير، في نفس الوقت الجيل الاكبر بيحبوهم بشكل كبير. كانت الفكره ان نشوف لهم فكره تبقى لطيفه ومناسبه ليهم والفرج عليها ممتعه، وفي نفس الوقت يكون فيها بوكيه من النجوم اللي بيساندوهم يكونوا حواليهم في تجربتهم للبطوله يعني الاولى. معانا طبعا اسامي كلها كبيره ومواهب يعني ليها تاريخ، صابرين، بسمه، الاستاذ رشدي الشامي، يعني مجموعه كبيره، زائد بوكيه كمان من الشباب اللي من نفس الجيل. بالنسبه لي هي تجربه مختلفه شويه. نادين خان كمان كمخرج، احنا اول مره نشتغل سوا، ليها رؤيه وعين وايقاع مختلف شويه، فاعتقد انها تجربه هتكون مختلفه شويه في وسط المسلسلات اللي موجوده. و15 حلقه حضرتك من وجهه نظرك شايف الكتابه لمسلسل 15 حلقه في رمضان، خلاص بقى الناس اعتادته وبتشوفه بيخدم القصه ولا لا بيأثر منها؟ بيخدم التنوع، لانه احيانا احنا بتجيلنا افكار كمؤلفين لا تحتمل انها تكون 30 حلقه، فبضطر ما اعملهاش يعني، او لو اتعملت المشاهد يحس انها طويله وممطوطه جدا. فطبعا ده يعني احنا التلفزيون منذ نشاته كان فيه السبعيات وكان فيه الثلاثاشرات وكان فيه اربعتاشرات وخمستاشرات وسبعتاشرات، ما كانش فيه رقم محدد، رقم ال 30 ده ما ظهرش الا لما اتربط المسلسل الرمضاني بالخريطه الاعلانيه وبقى اجباري انه لازم يبقى 30 حلقه. لما ظهرت تجربه ال 15 في الاول كانت بالنسبه للمنتجين ممكن تبقى تكلفتها اعلى شويه، يعني تكلفه مسلسلين 15 حلقه اعلى من مسلسل واحد 30،
فبالتالي هي بالنسبه لهم ككلفه ممكن يبقى ال 30 بالنسبه له اوفر، لكن مع التجربه مره في مره في مره ابتدت شركات الانتاج تتحمس. اعتقد انه ده بيخلق اولا مواضيع متنوعه اكتر، بيزود عدد المسلسلات. لو انا عندي 10 سبوتس في رمضان، فلو هم 10 كل سبوت اتقسم اثنين بقى مسلسلين، فده زود عدد المسلسلات، زود عدد العاملين في المسلسلات دي، لان كل مسلسل بيبقى له كرو، يعني حل مشاكل كتير جدا في السوق الدرامي وفي عمليه الانتاج. بالنسبة لي كانت تجربة ممتعة طبعا، لأنه برضو بتبقى مرهقة بالنسبة لنا، ممكن يبقى زمايلي المؤلفين يستشعروا ده أكتر. كتابة 30 حلقة عملية مرهقة للغاية، أنك تحافظ على مسلسل 30 حلقة بنفس المستوى، عملية شاقة جدا. 15 حلقة يعني أهون شوية. طب الاسم مسار إجباري، وأعتقد أنه فريق مسار إجباري هيغني أغاني المسلسل. إحنا الاسم اتعمل الأول الحقيقة، هو جاي من الحدوتة، أنه انك تجبر على انك تسير في طريق ما، ظروف تجبرك انك تسير في طريق ما. لكن كان في رابط ما بين اسم المسلسل واسم الفراوسر، طبعا محترمه جدا وليها جمهورها وليها تاريخها وعندها شغل كتير محترم. والحقيقه الرابط ده بيبقى يعني عامل كبير في النجاح، زي ما شفنا في مسلسل حلقه خاصه، ويعني اعاده اغاني فريق المصريين للحياة تاني مع هذا المسلسل. فبنتمنى لكم كل التوفيق، مسار إجباري المؤلف باهر دويدار، كل التوفيق وإن شاء الله موسم رمضاني قوي. أشكرك، كتر خيرك، شكرا جزيلا.